السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديال اليوم غادي يكون حول أحاديث غير صحيحة حول رمضان والصيام. إذن شحال من واحد غادي يقول بأن هذا الموضوع ليس ذو أهمية كبيرة، لكن أنا كنقول بأنه موضوع خطير جدا. تبعوا الفيديو حتى الأخير وغادي تفهموا علاش كنقول هذا الشيء. بزاف الناس توصلوا في هذه الأيام بواحد الحديث كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أول شهر رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إذن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تروج في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي من الأحاديث إما مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها ضعيفة جدا. وباش نعرف الخطورة ديال هذا الموضوع نذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث متفق عليه، يعني رواه مسلم والبخاري في الصحيح. شنو يعني فليتبوأ مقعده من النار؟ يعني أنه فليضمن، يضمن المقعد ديالو من النار إذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا. وإلى وصلك واحد الحديث وانت ما عارفش واش هو صحيح ولا كذب وبعثتيه للناس، فهذا من الكذب المتعمد لأنك لا تعرف أنه صحيح. وكذلك هناك آيات في القرآن يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني إذا كذبتي على الرسول صلى الله عليه وسلم بحال كذبتي على الله عز وجل. علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فإن كل نطقه حول الدين والعبادة فهو موحى إليه من عند الله عز وجل. وإلا قلتي واحد الحديث وبشرتي الناس به فهذا يعني أنك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب على الله عز وجل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذا غادي نبدأ بواحد الأحاديث اللي هي منتشرة بزاف ولكنها للأسف مكذوبة أو ضعيفة جدا حول الصيام ورمضان. إذا واحد الحديث اللي منتشر كثيرا وهو حديث صوموا تصحوا. فهذا الحديث هو ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان فعلا أن الصيام له فائدة كبيرة على الصحة وعلى الجسم وعلى العقل وفوائده كثيرة، فهذا لا يعني أننا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نبرر ذلك. إذا هذا الحديث هو ليس بحديث صحيح، وإنما الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. شنو معنى جنة؟ يعني وقاية، وقاية من الذنوب ووقاية من الأمراض وإلى غير ذلك. إذا هذا حديث صحيح، ولكن صوموا تصحوا فهو حديث ضعيف. أما الحديث الذي ذكرته سابقا وهو: أول شهر رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فقد قال عنه الألباني رحمه الله أنه حديث ضعيف جدا ومنكر. وهناك حديث آخر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الحديث أورده ابن حجر العسقلاني والألباني ضمن الأحاديث الموضوعة والمنكرة. ما معنى حديث موضوع؟ يعني حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، فقد أجمع علماء الحديث مثل الإمام الجوزي وابن حجر والألباني على أنه ضعيف. وحديث آخر مشهور على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما يفطر يقول: اللهم لك صمت على رزق أفطرت، فهذا حديث ضعيف جدا. والصحيح الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إذا هذا هو الصحيح. أما حديث نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف، فهذا حديث غير صحيح وهو حديث موضوع. وقد وجدته عند الشيعة، عند بعض الشيعة، ويقولون أنه حديث صحيح عندهم. أما عند السنة فهو حديث غير صحيح. وحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مشهور جدا: يوم صومكم يوم نحركم،
هذا حديث لا أصل له، أجمع العلماء على أنه لا أصل له، واعتبره بعضهم باطلا وموضوعا. ومن وضع هذا الحديث لا شك أنه يريد بذلك تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يوافق يوم النحر يوم الأول من رمضان فقد يقول هذا كذب، أي أن الإسلام باطل. لماذا؟ لأن مثلا إذا كان يوم الصوم يوم الأول من رمضان هو مثلا يوم السبت، وكان يوم النحر هو يوم السبت، هذا يوم الصوم يوافق يوم النحر. لكن إذا كان يوم أول من رمضان هو يوم السبت، وكان يوم النحر هو يوم الجمعة أو يوم الأحد، فهنا فقد نقول بأن هذا، إذن هذا الحديث فهو كذب، إذن هذا الحديث فهو لا يصح، هذا حديث موضوع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث آخر يبعثه الناس أول كل شهر، والغريب أن الكثير من الناس يصدقون هذا الحديث، وهو مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يقولون مبروك عليكم قدوم شهر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبارك الناس في هذا الشهر الفضيل يحرم عليه النار. أو يقولون شهر ربيع الأول، ما قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبارك الناس بهذا الشهر الفضيل يحرم عليه النار. أو رجب أو إلى غير ذلك من الشهور. فهذا حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقولون فيه: من يبارك الناس في هذا الشهر الفضيل يحرم عليه النار، هذا ليس بحديث. هنا لم يحدد الذي وضع هذا الحديث اسم الشهر لكي ينشره الناس في أي شهر أرادوا، وهذا يعني حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث مشهور كذلك يقال فيه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال عنه البخاري: هذا الحديث منكر، وضعفه النسائي وابن حبان، وبين بطلانه ابن حجر في تبيين العجب بما ورد في رجب. إذن هذا الحديث الذي هو مشهور نسمعه كثيرا، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، هو حديث منكر وضعيف جدا. وفي الأخير أطلب منكم نظرا لخطورة هذا الأمر ألا تبعثوا بحديث وصلكم ولا تنشروه إلا إذا تأكدتم من صحته. والحمد لله في هذه الأيام بسهولة يمكن أن نتأكد من صحة الحديث، فيكفي أن نبحث على الأنترنت في هذا الحديث ما هو قول كبار العلماء فيه، ونعرف أنه صحيح أم موضوع أم ضعيف أم منكر إلى غير ذلك. إذن لا تبعثوا بحديث حتى تتبينوا من صحته، لكي لا تدخلوا في قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا تدخلوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الصحيح الذي قال فيه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وتقبل الله صيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.